الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه، ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الحق سبحانه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. حي قيوم، لا يموت ولا ينام. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وسار على نهجه ومنواله. واحشرنا اللهم في زمرته يوم القيامة، وابعثنا تحت لوائه يوم الدين، واسقنا يا ذا الجلال والإكرام من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، في الخطبة الماضية كان حديثنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كتبها الأئمة الكرام من كتاب السيرة. وقد ذكرت لحضراتكم ملاحظة مهمة في كتابة السيرة، ذلك أن من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أي كتاب من كتب السيرة يلحظ أن جانب القتال والجهاد كان حاضراً، وأن كتاب السيرة ركزوا على هذا الجانب، فكأنك تقرأ سيرة مقاتل أو مجاهد أو حاكم أو ملك. فهو صلى الله عليه وسلم لا يعود من غزوة إلا ويجهز إلى غزوة أخرى، وكتابة السيرة بهذا المفهوم أوحت إلى بعض الناس أن الإسلام دين عنف أو أنه انتشر بالسيف. وقد تحدثت عن ذلك بشيء من الإيجاز، والذي خلصت إليه مع حضراتكم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نركز على جانب واحد فنحن نظلم النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الجوانب. ونحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ندرك أننا أمام نبي إنسان. وركز معي أيها الأخ الحبيب في هذا المعنى، لابد أن ندرك أننا أمام نبي لكنه إنسان، أمام إنسان لكنه نبي صلوات الله وسلامه عليه. فكونه نبي إذن هو مؤيد من قبل الله جل وعلا بالآيات والبراهين، مؤيد من قبل الله جل وعلا بالآيات والمعجزات. وكونه إنسان إذن أنت لن تتحدث عن إنسان عادي، وإنما ستتحدث عن إنسان كامل، perfect human، إنسان كامل. لابد أن ندرك هذا المعنى،
أن محمداً صلى الله عليه وسلم نبي ضع في جانب الآن، لكن بجوار أنه نبي هو إنسان كامل كامل كامل، وهذا يجعلنا يوجب علينا أن نقدم النبي صلى الله عليه وسلم للناس من خلال هذا المنظور. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجاهداً وفقط، كان مجاهداً نعم، لكنه لم يكن مجاهداً وفقط، حتى في جهاده في غزواته في معاركه كان النبي صلى الله عليه وسلم إنساناً عظيماً. ومن ثم لابد أن نسلط الضوء على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه النبي الإنسان، النبي الإنسان، الإنسان الذي يأكل ويشرب ويضحك ويبكي ويفرح ويحزن. ينبغي أن ننظر النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره أب، باعتباره أخ، باعتباره زوج، باعتباره جد، باعتباره صديق. لا بد من هذا المنظور، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المخلوقات، كل المخلوقات، مع الإنسان، مع الحيوان، مع النبات، مع الجماد، مع الكون، كل الكون. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في ملكوت الله باعتباره نبي صلى الله عليه وسلم وباعتباره إنسان، إنسان باعتباره نبي، هذا مهم بالنسبة لنا كمسلمين، وباعتباره إنسان هذا مهم بالنسبة لغيرنا من الناس. الجانب الإنساني ربما هو مدخل عظيم للغرب لمن لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. الجانب الإنساني البسيط، النهاردة قضية الرفق بالحيوان، قضية العطف على اليتامى، على الفقراء، على المساكين، قضية نصرة المظلوم، هذه من القضايا التي يتغنى بها الغرب، وهي قضايا جيدة. لابد أن ننظر هل كان النبي يعيش ذلك، وهذا ما سنتحدث عنه فيما بعد إن شاء الله. لكني أردت أن يكون حديثي مع حضراتكم اليوم أيها الأحبة الكرام عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم أولا مع من؟ مع من؟ مع الله. لأن العلاقة إذا حسنت بين العبد وبين الله ماذا سيكون؟ ستحسن العلاقة بين العبد وبين غيره من الناس وبين غيره من المخلوقات. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لنبدأ القصة من البداية. ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وأتاه الوحي وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 40 عاما. طيب كيف كانت علاقة النبي بربه في 40 عام؟ لن تبدأ القصة من نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، لا لا، القصة قبل ذلك بكثير. علاقة النبي بالله جل وعلا بدأت قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام. ولك أن تتخيل قبل الله سبحانه وتعالى في سورة أنت تحفظها كلكم، سورة الضحى، ماذا قال الله جل وعلا للنبي؟ قال له صلى الله عليه وسلم صلي، صلى الله عليه وسلم قال ووجدك ها لا ضالا فهدى. قرأت الآية دي قبل كده ولا لا؟ قرأتها صح؟ وحفظها؟ وصليت بيها كتير؟ مش كده؟ هل تفكرت في كلمة ووجدك ها ضالا؟ ضالا؟ يعني كنت في مرحلة ضلال؟ ها فكرت فيها قبل كده؟ ده احنا بنقرأ في سورة الفاتحة كل يوم 17 مرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله جل وعلا يقول النبي ووجدك ضالا فهدى. هنا قد يأتي لبس عند الإنسان، ألا ما معنى الضلال؟ هل هذا الضلال هو ذاك الضلال؟ لا،
إياك. الضلال في القرآن الكريم على معاني مختلفة. أول هذه المعاني هو معرفة الحق ثم الابتعاد عنه، وده المقصود في قوله تعالى ولا الضالين. عرفوا الحق وسبوه. أما تقول فلان ضال، هذا ضال لأنه عرف طريق الحق لكنه آثر أن يمشي في طريق الباطل. عرف العبد لكنه مشى في طريق الظلم. عرف النور لكنه مشى في طريق، عرف النور لكنه مشى في طريق الظلمة. هذا المعنى الأول، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللي ربنا قال عنه وضلوا السبيل. أضلوا سبيلا لعرف لكنه أنكر. المعنى الثاني هو الاضمحلال. الاضمحلال بمعنى ما فيش حاجة، خلاص كل حاجة راحت. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. بقى بعد ما نموت ونضمحل ونذهب وتتفتت العظام وتذيب ويذوب اللحم والشحم ولا يبقى شيء من الإنسان أئنا لفي خلق جديد، ده معنى تاني. المعنى الثالث هو عدم معرفة الحقيقة والبحث عنها، مش عارفين الحقيقة. ولذلك إخوة يوسف قالوا أبيهم إنك لفي ضلالك القديم، انت مش عارف الحقيقة، ده ماتوا خلاص، لسه بتفكر في يوسف. اذا قول الله تعالى ووجدك ضالا فهدى، النبي كان يدور فين الحقيقة، اين الاله الحق، اين الاله المعبود، اين من يعبد. ولذلك بحيرة الراهب لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عنده 12 سنة، فبيستحلفه بيقول له واللات والعزة الا صدقتني القول، قال لا تستحلفني بها، فوالله ما بغضت شيئا كبغضي لهذه الاشياء. ما بيحلفوا بها ليه؟ لان وجد العرب اللي موجودين مع النبي اذا اقسموا قالوا واللات والعزة، فيستحلفه بما يحلف به القوم. قال له اياك، لا 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 ما ينفعش. ولذلك لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج ليبحث عن الاله، بدا يتعبد. يتعبد اين؟ في غار حراء. كم سنة؟ حوالي 3 سنوات. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يبحث عن الله، يبحث عن الدين، يبحث عن الحق. فلما أتاه جبريل وأخبره أنه الأمين وأنه الرسول المبعوث من قبل الله جل وعلا، هنا يمن الله جل وعلا عليه بعد انقطاع الوحي مدة، وقالت قريش لقد قال رب محمد محمدا. يقوم يقول له ربنا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وما قلى أي وما جفاك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يبقى ده الضلال، مش عارف الحق فين. يقول واحدهم 40 سنة، نعم لم يعرف، لأنه لم يأتيه رسول. فطرته تقول أن هذا الكون لا بد له من رب، قلبه يقول له أن هذا الكون لا بد له من إله، قلبه يقول له يا محمد لا تكن مع هؤلاء. ولذلك ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم قط، ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم خمرا قط، ما أساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد قط. ولذلك العرب قريش لما كانت بتتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت تتكلم في شخصه، إنما تتكلم عما جاء به، فإنهم لا يكذبونك. لا أنت ده أنت الصادق الأمين. البنك الذي يحتفظ فيه العرب أموالهم، دار الأمانات، كانت عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ده كان إيمان الفطرة
عند النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الإيمان يحتاج إلى ما يقويه، فلا بد للفطرة من هاد آخر من عند الله جل وعلا اللي هو الوحي. ولذلك لما جاء جبريل قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ قال ما أنا بقارئ. لم أقرأ قبل ذلك، ليس عندي علم. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا الإله الذي يبحث عنه، هو يبحث عن الإله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب الآن هنستفيد إيه من القصة اللي أنت بتقول لك؟ ماذا نستفيد؟ أقول لك لابد أن تبحث أنت أيضا عن الحق. لا أبحث ولا تبحث عن الإله الحق، لأن الحمد لله أخذناها لقمة سائغة معظمنا تقريبا كده. أبويا مسلم وأبوك مسلم، أمي مسلمة وأمك مسلمة، أخذنا الإسلام عن الله وراثة عن أبينا أبائنا وأمنا، وهذه نعمة، نعمة عظيمة. لكنك تحتاج أن تبحث عن المنهج الحق، عن الطريق الحق الذي يقودك إلى الإله الحق. وهذا لا يكون إلا عن النبي الحق من خلال القرآن الحق. فالحق في القرآن عن طريق النبي العدنان الذي يقودك إلى الله الرب الرحمن. طب إزاي؟ عن طريق العلم والعلماء. ولهذا أكبر المصائب أن تنقطع الصلة بين الناس وبين العلم، ويظل الإنسان يعمل عقله وهواه فيما بين يديه. وإذا أعمل الإنسان عقله دون وحي من الله هذه مصيبة وتلك كارثة. ولذلك شاهد هنا، ابحث، دور، سيرش، لكفور عمال عن الله، عن منهج الله. ليست عندك الملكات ولا القدرات ولا الإمكانيات، لا تذهب بنفسك إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله، وإنما لابد أن يكون ذلك عن طريق أهل العلم. هذا يقودك إلى العبادة الحق من صلاة وصوم وزكاة وحج. طيب عرف النبي عليه الصلاة والسلام ربه، العبادة ديت كانت عبادة أو العلاقة كانت علاقة حب؟ حب. تعرفين يا أخواننا لو حبينا ربنا، والله الذي لا إله غيره ستسهل العبادة علينا. والله لو حبناه صح لن تفطر ألسنتنا عن ذكر الله جل وعلا. لو حبناه صح قضية إنك تقوم لصلاة الفجر مش هتبقى صعب عليك. قضية إنك تبر أباك وأمك لن تكون صعبة عليك. قضية أن تحسن إلى الجار لازم الحب الأول. أنت لو حبيت ربنا إذن أنت ستطيع الله جل وعلا فيما أمر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويقول اللهم إني أسألك حبك، حبك. عارف لو ربنا رزقك حبه، لو أن الله جل وعلا أكرمك بحبه، والله وتالله وأيم الله لن تصعب عليك عبادة. الأول الحب. عود نفسك إزاي تحب ربنا حتى إذا أحببته هو يحبك. إن الله إذا أحب عبدا ينادي في أهل السماء، يا جبريل إني أحب فلان، إني أحب فلان فأحبه. فينادي جبريل في الملأ الأعلى إن الله يحب فلانا فأحبه. إزاي تصل دي؟ حب الأول لابد إن ده يكون موجود. الحب، أنت عارف معنى الحب إيه؟ ابن القيم رحمة الله عليه يذكر في كتاب مدارج السالكين في منزلة المحبة تعريفات كثيرة للحب. ومن المحبة أو الحب قالوا هي أو هو الحب هو الميل الدائم بالقلب الهائم. حبة ربة، حبة حب، الميل ها الدائم بس بإيه؟ بالقلب الهائم. عارف الهيام بيقول لك ده فلان ده يعني دي درجة من درجات الحب. الهيام عنده شغف، عنده محبة. وأنت لابد أن يكون عندك محبة تملأ قلبك
فيميل قلبك بشغف دائم إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أمر استعذبت الأمر حتى وإن كان الأمر أمرا شاق. بالله عليك ألا تمر عليك بعض أوقات فتقوم في عز البرد وتترك عنك دثارك ولحافك وتترك دافئ سريرك وغطائك ثم تنطلق بعد ذلك لتأتي إلى بيت الله جل وعلا مصليا وأنت تستعذب تلك النسمات، ولربما كدت أن تسقط على قدمك أو على ساقك ثم تقوم منتفضا وتقول يا الله حبي لك جعلني آتي إلى بيتك. ألم تخرج في يوم من الأيام أنت أيها الأخ الحبيب لتخرج مالا على فقير أو على يتيم أو مسكين ووسوس لك شيطانك أن تضن بهذا المال لأولادك وأحفادك، لكنك سمعت من قلبك من ينادي عليك إن ربك إن محبوبك يأمرك أن تتصدق، فتخرج مسرعا وخدت أن تخرج 100 فجعلتها 1000 أو 1000 فجعلته 2000. من ماذا؟ حب هو الذي دفعك إلى هذا. ألم يغرك شيطانك في يوم من الأيام أن تجلس في بيتك بعيدا عن الناس ثم يأتي إليك ما يدفعك لتأتي إلى بيت الله معتكفا في لحظات أو دقائق أو ساعات لتخلو برب الأرض والسماوات وتقول يا أيها الإله قد تركت كل شيء وجئت إليه، أكرمتني بحبك فاغمرني بثوابك وأجرك. بيحصل أحيانا ولا لا؟ هذا ينتج عن إيه؟ عن حب في القلب، حب في داخل قلب الإنسان. اللهم إني أسألك حبك وحب عمل يقربني إلى حبك. في بعض الروايات واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. الحب ودي علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بالله، علاقة حب. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. الحب إذا جاء خلاص. ولذلك سيدنا، انظر إلى سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه وقد أتى من رحلة أو هجرة الحبشة الأولى وفقئت عينه وكان في جوار أحد المشركين، فلما وجد إخوانه من المسلمين يعذبون ويضطهدون رد الجوار بمعنى الحماية، كان داخل في حماية أحد المشركين، فرد إليه جواره. وما أن رد عليه جواره حتى جلس في مجلس مع الناس فتطاول عليه أحد المشركين فضربه على عينه ففقأها. فقال له المشرك يا ابن أخي لقد كنت في منعة من هذا، ليه كده؟ ما انت كنت كويس. قال يا هذا إن عيني السليمة لفي حاجة إلى ما أصاب أختها في سبيل الله. ده جاي منين؟ حب. عارف لما تحب ربنا هتقف في الصلاة ساعة واثنين وثلاثة وتقرأ القرآن، شغف حب. ستكفل الأيتام والمساكين والأرامل، شغف حب. سيتطاول عليك الناس على ما تأتي من خير ويستهزئون بك، لكن قلبك سيغمر بمحبة الله جل وعلا لأنه حب. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وإذا مروا بهم يتغامزون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. ده بيروح الجامع، ده بيتصدق في المسجد، ده بيقعد في حلقات العلم، ده بيكفل الأيتام، ده لا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم
الفائزون. ليه؟ صبروا على السخرية والاستهزاء. يبقى علشان تعبدوا صح لابد أن يكون القلب مغمورا بالحب. دي علاقة النبي، أول معلم من هذه المعالم. واحد يبحث عن الإله الحق، فلما وجده عبد، لكن قبل العبادة لابد أن يأتيه الحب، لابد أن يكون موجودا. عارف الحب، أنا أبحث عن الحب والله، ولذلك ينبغي أن نبحث عليه. فإذا تلذذت، إذا ملأ القلب الحب قلبك، تلذذت بهذه العبادة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا جانب من جوانب حياة النبي عليه الصلاة والسلام، العلاقة بينه وبين ربنا. سأقف عند هذين الأمرين فقط وأكمل في الجمعة القادمة. ابحث، اقرأ، طالع، احضر مجالس العلم، اسأل العلماء. لن يترقى الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا. لابد من البحث. ستتعلم وستعلم، ستهتدي وستهدي، لأن دي وظيفة كل واحد مننا في هذه الحياة الدنيا. بلغ عني ولو آية. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها. نين الطريق إلى الله لابد أن يكون موجود بالمحبة. جلس مجموعة من العباد والزهاد والعلماء يسألون عن المحبة، وكان فيهم الجنيد، فسألوه: ما تقول يا فتى؟ وكان من أصغر القوم. قال وهو يتحدث عن المحب لله جل وعلا، قال: هو مع الله، فإن تكلم فلله، وإن سكت فمع الله، وإن تحرك فبالله، إن أعطى فلله، وإن منع فلله، فهو بالله ومع الله وإلى الله. دي المحبة. أنت عايش مع ربنا، عايش لربنا، حياتك لله سبحانه وتعالى. لكن النقطة المهمة التي أريد أن أختم بها، وهي لما تقرأ القرآن ستجد إن الله يحب المحسنين، يحب المتطهرين، يحب المتقين. ستجد أن الله جل وعلا يحب هؤلاء. وتعالى لنسأل، ليفتش كل واحد منا عن نفسه: هل أنا من المحسنين؟ قل هذا: يا رب، لعلي لست من المحسنين، لعلي لست من المتقين، لعلي لست من المتطهرين، لعلي لست من المنفقين، لست من المتصدقين، لكني يا ذا الجلال والإكرام قد رأيتك تحب التوابين، وأنا من المذنبين، وأنا تائب إليك، فاغفر لي. أيها الرب الكريم، إذا غلقت كل الأبواب فيبقى باب التائبين، لأننا مذنبون، وليكن هذا باب. أعتقد أن هذا الباب سهل أن ندخل منه. إذا لم نكن من المحسنين ولا من المتصدقين ولا من المنفقين ولا من المتقين، يبقى أن نكون من التائبين. هذا باب حب. فإذا ولجت إلى الله جل وعلا من هذا الباب، والله سيعطيك الله جل وعلا ما تتمنى وفوق ما تتمنى. خلاصة القول، هذا جانب من جوانب حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لابد من تسليط الضوء عليه. وأنا ذكرت هذا الجانب، علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بربه، حتى نحسن نحن العلاقة بيننا وبين الله. كيف كان؟ بحث، يعني علم، يعني علم، يعني دراية،
يعني سؤال، يعني جواب، يعني قال الله، يعني قال رسول الله. بعد هذا يأتي العمل، لكن بعد قبل العمل لابد أن يكون الحب موجودا بأمر الله تعالى. قبل أن نستمع لابننا بشار لملخص الخطبة، أما الأمر الأول أيها الأحبة الكرام، أطل علينا هلال رجب. رجب 60 يوم، أقل من 60 يوم على رمضان، أقل من 60 يوم على رمضان. لسه كنا بنتكلم عن رمضان قبل كورونا، عام على كورونا الآن، عام ورمضان قادم، ماذا عددنا؟ جاهز نفسك من الآن. كان بعض السلف يقول رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار. ازرع دلوقتي واسقي في شعبان عشان في رمضان تحصد في رمضان، تاخد في رمضان. ابدأ كده صيام من الآن كده، عود نفسك على الصيام، حتى إذا أتى نصف شعبان أمسكت عن الصيام. ابدأ من الآن صوم، ما زال النهار قصيرا، بدأ يطول لكنه ما زال قصيرا، وما زال الجو باردا. عود نفسك أن تصوم ولو 3 أيام في كل شهر، ليس شرطا 2 وخميس، 3 أيام في كل شهر، مرة خميس ومرة 2، ومرة يوم أجازة يبقى تأخذ يوم سبت ومعه يوم 2، أو يوم حد أجازة وتأخذ معه يوم 3، يبقى يوم ويوم 3 أيام. وهذا أمر جيد أيها الأحبة الكرام، نبدأ الآن، حولوا، عودوا أقدامكم على بيوت الله جل وعلا، مع الأخذ بالأسباب، مع الاحتراز من هذا الوباء. تعالوا حرك رجليك، ابدأ. الناس اللي قاعدة في البيوت الآن دلوقتي التي ليس لها عمل ومن الله جل وعلا عليها ببعض رزق، حرك رجليك ونشط أقدامك وتعالى إلى بيت الله جل وعلا، فوالله إنها لفرصة ربما لا يكن للإنسان مثلها. هذه نقطة مهمة. فشعب رجب شهر زرع، ابدأ من الآن وحاول أن يكون لك في هذا الشهر عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يحقق لنا مقاصدنا، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه فيه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بين قلوبنا، وانزع الغل والبغضاء من صدورنا. من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته فتوفاه على الإسلام. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، واحفظ لنا نساءنا، واحفظ لنا نساءنا، واحفظ لنا نساءنا، واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا في الأحياء فأطل عمره واختم له بالصالحات، ومن كان من آبائنا وأمهاتنا في الأموات فاغفر له وارحمه يا رب الأرض والسماوات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، قدرت لنا أن نعيش في هذه الديار، فاحفظنا في ديننا وفي أولادنا. اللهم احفظنا في ديننا وفي أولادنا، اللهم احفظنا في ديننا وفي أولادنا وفي أحفادنا وفي ذرارينا. من قدرت له البقاء له في هذه الديار، اللهم احفظه في ماله ونفسه وولده ودينه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واقدر الخير للناس جميعا يا أرحم الراحمين. أخونا أحمد طه توفي والده بالأمس، أسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم سامحه واعف عنه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منا له ميت فاغفر له وارحم، ومن كان منا مريض أو ذا مريض اللهم فأتم عليه بالشفاء، وأنت أرحم الراحمين. اللهم آمين.